عارف يا مروان اني مش واكل معاك ان انا جاي افطر معاك ولا تكونش وحشتني زي ما قلت لك على الباب. انا فعلا جاي لك في حاجه مهمه ومهمه قوي كمان. اللي هي ايه؟ اللي هي لبنى. مالها؟ وايه اللي مالها يا مروان؟ انت راجل فاهم الدنيا ماشيه ازاي كويس. ما يصحش حسن يطلق لبنى، وبعدين انت راجل صعيدي وليك كلمتك وبتفهم في الاصول. ايه هي الاصول ان شاء الله؟ الاصول ان حسن يرجع لبنى، دي مهما كانت مراته. يعني انت جاي تهدي النفوس وتلم الشمل مش كده؟ اه والله، وهيدي النعمه يا شيخ، وانا اكدب عليك؟ طبعا انت سيد العارفين ان الست ملهاش غير بيت جوزها، وانا عارف ان لبنى غلطت وتستاهل ضرب الجزمه كمان، وانا لو مكان حسن اضربها بالنار. بس هنعمل ايه؟ انت عارف الستات وعمايلهم ناقصات عقل. انا اسف جدا طبعا يا ست زينب، الكلام ده للستات الناقصه، لكن انت ست كامله ما شاء الله عليكي. لبنى رأيها ايه؟ لبنى ملهاش رأي، اللي انا هقول عليها هيمشي. وبعدين لبنى لو غلطت تاني انا هديها بالجزمه وممكن اضربها بالنار، لان انا لو مكان حسن هقتلها. انا بقول لك الصراحه، وانا جاي لك اهو بقدم لك اللي في ايدي وبقول لك ان احنا غلطانين. ها ايه ردك؟ وريم؟ ريم دي زي العسل، وانا هقول لك عليها، انت اكتر واحد عارفها. وانا ما عنديش مانع، بس في الاول وفي الاخر الراي الحسن. تمام اوي، يبقى انا هستنى ردكم. كمل. العسل بالفطير لحد كده زي الفل يا عم مروان. تمام اوي. والشاي كمان؟ الشاي ان شاء الله هنشربه في شقه حسن ولبنى. سلام عليكم. سيد وصل عند الباشا. مروان ازاي الكلام ده؟ يعني ايه ما عندكش مانع انه حسن يرجع البنت دي؟ معقوله؟ زينب انت فاكره ان عادل جاي عشان موضوع لبنى؟ لا، عادل جاي عشان يعرف انا معاه ولا لا. عادل لا يهمه لبنى ولا ريم ولا اي حد في الدنيا غيره هو وبس. كويس انك جيتي. وايه اللي هيخليني ما اجيش؟ يعني انا قلت هتهربي. اهرب من ايه؟ ايه اللي خلاكي تبعتيلي؟ عايزه اعرف ايه اللي جاي. تقصدي ايه؟ بصراحه كده انا عرفت ان القضيه دي ما فيهاش براءه وانها لابساني لابساني. مين اللي قالك الكلام ده؟ هو عرفته وخلاص. ده مش حقيقي. طب يا ست لبنى ما تفهميني كده وترسيني، خليني على نور بدل ما انا عامله زي البهيمه المطلوقه اللي عماله تلف حوالين نفسها ومش عارفه في ايه. هتغيري اقوالك. ازاي يعني؟ هتقولي ان انت ما قتلتيش ولا اي حاجه، وإن ساعة جريمة القتل دي أنتِ كنتِ في مكان تاني، وأنا هبقى أقول لك عليه. لا، بالراحة كده وفهميني واحدة واحدة. هنقول إن كريمة زغللت عينك بالفلوس، وإنها وعدتك إنها مش هتسيبك لو لبستي الليلة مكانها، وإن آخرة القضية دي يعني سنتين تلاتة. على فكرة، المحامي كان جاي الأسبوع ده يفهمك كل ده، بس أنتِ اللي استعجلتي. ها، طمنيني، كريمة عاملة إيه؟ أهي مرزوعة، ولا عايشة ولا ميتة. يعني هنسمع أخبار كويسة؟ بعد الحكم تاني. معلش، ما أنا مش هشتري سمك في مية. يا مرحب يا مرحب، أهلا وسهلا. إيه النور ده كله؟ تفضل تفضل. وحشتني. تصدق بالله؟ لا إله إلا الله. أنا كنت لسه هكلمك. كذاب، أنت لا كنت هتكلمني ولا كنت هسمع صوتك. أنت جاي تسأل على نعيمة؟ لا لا لا، نعيمتي اللي جسر عليها. أنا جاي لك أنت. وحشتك إياك. لا، أنا جاي لك علشان نتفق. نتفق على إيه؟ على اللي أنت قطعت عليه الطريق وخدته. أنا قطعت الطريق وخد؟ إيه اللي بتقوله ده؟ أنا هقطع الطريق؟ لا سمح الله على مين يعني؟ مروان، أنت لو عاوز الأمور تمشي زي السكينة في الجاتو والسكة تبقى رايحة بيني وبينك أنا ما عنديش مانع. وصلني. أوصلك؟ وصلني الناس اللي بره ومين معاهم هنا جوه بيحركهم. وخد بالك، أنا لو خدت اللي عندك مش هتطلع من البلد دي حي. ليه بس؟ كان ناسي إن أنت دخلت مرات السجن. وأنا كنت أعرف إنها مراتك يا كبير. أنا ما سمعتش ردك على السؤال.
ايوه بس انت هتستفيد ايه؟ انا شايف يعني انك ما تعرفش احسن، المهم ان المصلحه تمشي. انا احب اشتغل في النور، كل حاجه تبقى قدامي زي عين الشمس. بس خلي بالك الطلب ده ممكن يخلي الناس اللي بره تاخد منك موقف وحش قوي. قول لهم انت بس وكل حاجه هتبقى زي العسل. طب واللي ليه عندك؟ كلم حسن، اصل حسن هو بتاع ترتيب النسب دي، الحاجات الصغيره دي انا بسيبها له. يوه فين حسن المعسل؟ اصل الواد ده باجم ما بيفهمش، دايما بيتاخر. تصدق بياخد 300 جنيه عشان يجيب لي حجر معسل. ايه مش عايز تقول حاجه نايمه ولا ايه؟ متشكر يا مروان بيه. الله تعالى يا نعيمة، في زيارة عشانك. مين؟ عاملة ايه يا نعيمة؟ وحشتيني، قلت اجي اطمن عليكي. انت عاوزة مني ايه؟ عاوز منك ايه يا ست البنات؟ انا بس قلت اجي اسال عليكي، محتاجه حاجه كويسه ولا لا؟ اقعدي يا نعيم. رايحه فين؟ بقى انا جاي اقعد معاكي واشوفك، سيبيني وتمشي كده من غير لف ودوران. عاوزه مني ايه؟ انا ما بلفش وادور. يعني انا مثلا هكون عايزه منك ايه؟ هموتك مثلا؟ انا مش عايزه اروحك انت، انا عايزه اروح ابنك. خدي حقك مني زي ما انت عايزه، انما ابني لا، انت فاهمه؟ وانا ابني كان ايه؟ لو قربتي من ابني يا ريتال هقتلك. فاهمه يعني ايه هقتلك؟ لما نشوف. طول الوقت من وانا صغيره بسمع كلامي يخليني ما ارفعش سماعه التليفون حتى على عمي ولا على مراته ولا ولاده ولا اي حد من قرايبنا، حتى خالي. الرجاله في عيلتنا يا عزت لما بتختلف مع بعض محدش بيعمل حساب التاني، كله بيفكر ياخد حقه وبس. عارف ده سبب لي مشكله كبيره قوي لما كبرت. عارف ايه هي؟ ايه؟ ماما كانت دايما تقولي ان في مشاكل في العيله، وان الناس دايما بتتخانق ومحدش بيزور حد، وشايفه ان كل المشاكل دي بقى سببها جبريل. اقول لك على حاجه وما تستغربيش. قول. انا كمان عمر ما كانت العلاقات عندي في العيله كويسه، بس انا بابا كان عنيد، كان دايما يتخانق مع ماما عشان خاطر عمي وولاد عمي.